أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن لمن عمره 50 عاماً وأكثر بالتاريخ الهجري وأتم 42 يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية، كما نوهت على أنه يمكن أخذ الجرعتين من لقاحي مختلفي لفيروس كورونا، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس. هذا كان من ضمن أخبارنا كذلك اليوم بالحديث عن اضطرار تاجر بريطاني إلى تحصين متجره بالأسلاك الشائكة في محاولة لردع اللصوص بعد أن تعرض متجره للسرقة 6 مرات، تخيلوا، في غضون 3 سنوات فقط. طبعا المتجر أصبح كأنه مكان عسكري مثل ما أنتم شايفين، لكن مين يقدر يلومه طبعا على هذا الموضوع؟ لأنه فعلا أنا في خلال يعني في كل سنة تقريبا أنا تعرضت للسرقة مرتين، يعني كل 6 شهور مرة أنا بتعرض للسرقة. طبعا خصوصا أنه طبعا استفاد من كل الإجراءات والاحتياطات الأمنية لمنع اللصوص من استهداف متجرة، إلى طبعا كلفوه طبعا عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية عفوا عن فعل هذا السياج تقريبا أو الشبك. صراحة إذا كان البنسري كل 6 شهور مرة واحدة ممكن أنا أبني المحل بلوك، خلاص نعوض الموضوع أقفل. بس والله قهر، يعني تخيل انسرق 6 مرات كثير. 3 سنوات ترى يعتبر رقم مرة عالي. يعني ترى قديش خسر؟ يلا إن شاء الله العوض إن شاء الله. الله يعوض. خلينا نستكمل كمان أخبارنا، حيث أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تحديث جديد لتطبيقها على نظام iOS، وقالت أن المستخدمين باتوا قادرين على مشاركة تغريداتهم على قصصهم في إنستغرام بشكل سهل وسريع من خلال التطبيقات في جميع هواتف iOS. يعني التحديث جميل صراحة، أحيانا بنروح تويتر نبغى نحط تغريدة في تويتر نفسها نبغى نقولها إنستغرام، فهذا أتوقع شيء بيسهل. بالضبط. اليوم شكلنا في أخبار نحن متجهين لعالم البريطاني. خلينا نقول تحول الطفل البريطاني عمره 3 أشهر إلى نجم سوشيال ميديا بفضل التشابه الكبير بينه وبين الرئيس أو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأوضحت طبعا الأم تاتيانا عمرها 35 سنة أنها أصبحت لا تستطيع السير مع صغيرها الذي أسمت ديفيد، نظرا طبعا لأن المرة بيقوموا بتصويره، يعني لما بيشوف التشابه الكبير ما بينه وبين رئيس الوزراء. احنا شايفين الصورة والله في تشابه كبير، يعني فعلا حتى نفس قصة الشعر. حلو الخبر، حبيت يعني كيف الشبه ما بين الصغير ورئيس الوزراء البريطاني. طيب انت زعلان من بريطانيا، خليني اقول لك امريكا ايش بيصير فيها. امريكيه من ولايه فلوريدا تصاب بذهول وصدمه بعدما اعتقدت انها اصبحت مليارديره في المرتبه 615 في قائمه اغنى الاغنياء في امريكا، وذلك بعدما فوجئت بوجود اكثر من مليار دولار في حسابها، لكنها عجزت عن سحب 20 دولار بسبب قيام البنك بتجميد حسابها نظرا لمخاوف الاحتيال الإلكتروني. طب ايش السالفة؟ يعني الموضوع هي تحول في حسابها بالغلط المبلغ؟ يمكن صارت مليارديرة كسبت شيء ولا ربحت شيء، او ممكن شي. هي نصيب او شيء زي كذا، ممكن شيء زي كذا، وقام البنك قال لا نفلك الفلوس هذه وجمدوا. يعني تخيل مليونيرة بس صوت بس اسم. بالضبط، من اين لك هذا؟ يعني في يوم وليلة يتحول تقريبا ما يقارب المليار نتكلم، تخيل يعني لو كان عندك مليار قبل ما نكمل ايش حتسوي؟ يبقى اموت قهر والله لو اني ما اقدر اسحب منه 20 دولار. عموما من ضمن كذلك اخبارنا اليوم طبعا بحجم كرات الجولف، حبات البرد في سويسرا تتسبب في اضرار تقدر بنحو 20 مليون دولار حسب شركة تأمين سويسرية تشرف على حوالي 30,000 مزرعة. ونشأ البرد طبعا خلال الأيام 4 الماضية في سويسرا في عواصف رعدية قوية رافقتها فيضانات. يا ساتر.